طب انا هكملك حته عشان اخليك يبقى فريش لك هم طلعوا عليه قصص الستات لدرجه ده هم قالوا الحادثه كان سببها معلش بنت انت بتحبها. مفيش حد ما عندوش مفيش حد سوير ما بيعرفش حد. لا طبعا احنا هنضحك على الناس. انت لعيب كوره لا وستار وفاليو ومعايا 28 واحده بيحبوني او 30 واحده بتحبني او انا عندي معجبين كتيره. انت عايزه قالت له اعمل نبي يعني انت فاكره الخيط الرفيع؟ قال لا انا مش اله. قلت له خلاص ايوه اعمل نبي وانشر دعوتك. انا هعمل نبي وانشر دعوتي دي قصه. ايوه كابتن شريف يعني. بس ده يخلي ناس تغير منك. ده مش غيره بس انت فاكر يقول له اسهل حاجه يرموها ده بتاع بنات اي حاجه لمجرد انهم يغلسوا يحدفوك باي حاجه ادام مش عارفين يطولوا منك. بتخشي الماتش تجيبي جولين وتطلعي. انا بعد الماتش بروح اسهر مثلا في الهيلتون اتعشى والكلام من ده وبتاع وانبسط بالجولين وانبسط باليوم. يفضلوا ساكتين مش قادرين يعملوا حاجه. ما هو الستار بس اول ما يقع ماتش ده كان بيسهر وكان بيعمل وكان موجود في ناس قاعده للحاجات دي لحد دلوقتي مش معايا انا بس مع اللعيبه اللي موجوده دي كلهم. طب لما اعتزلت شفت الناس دي قابلتهم؟ ده مشيت يعني بس تفتكر بقول لك ايه ارمي ورا ظهرك قابلتهم عارفهم وبتكلمهم واكلمهم ازاي اتعلمت في حياتي يعني طول حياتي من اللي حصل لي على فكره وكده ازاي اخلي عدوي حبيبي وانت عارف ان هو ضربك في ظهرك اوصله لغايه اما اقول له ايه الاخبار مش ايه يا اخي انا كنت فاكر عنك مش عارف ايه وانت بتبقى دي بقى السعاده ساتسفايد بقى انك انت ازاي توصل للناس حقيقتك يعني انت ما بتردش على الاذى بالاذى انت بترد على الاذى بالكرم اخلاق منك معامله حلوه كلمه حلوه علشان يخجل الطرف التاني. الناس بتضرب في اي حاجه وممكن انت تعملي تصرف يتفهم غلط فيروح عند حد تاني بشكل مش لطيف. فالناس ممكن يعني يروح اروح مع مذيع مثلا مش طايقني يروح مديني سؤال فهماني فانا اضحك واروح ردد عليه بنفس السؤال ونطلع انا هو وبعدين بعد الحكايه دي لما اقع بيني وبينه اروح واخده ومكلمه فهماني ازاي ومش ايه لغايه لما الدنيا تظبطنا فالدنيا تتظبط معاه ويتظبط معايا وكان من ده ويعرف ان طيب. الحكايه اسهل من كده يعني. احنا عندنا حكايات تانية مش عارفه بقى هو هيقول بالجرأه والصراحه المعروفه عنه ولا مش هيقول قصص البنات. لا انا جاي لك عشان الجرأه والصراحه. اكيد قصص البنات اللي اتحكت عنك وان انت البنات بتعجب بيك البنات بتحبك كل البنات بتحبك كل التفاصيل دي والسهر والتمثيل يعني اكيد القصص دي فيها قصص حقيقيه. رحله الحياه اللي انت بتتكلمي عنها دي فيها ابسايد داون يعني وانت بتبحثي عن حياتك المستقبليه وانت في عزك بتبقى عندك يعني تشويسز كتير قوي ولما الدنيا بتجيبك عشان تحاربي تاني من جديد تشويسز بتقل صحيا بتقل بدنيا بتقل بقى مش عارف ايه وده لما ترجعي تقفي على رجلك تاني وتدخلش في المجالات اللي انت قلتي عليها السينما والبتاع والسفر بره ولا مره اتغريت؟ مفيش حد ما بيسيبوش الغرور مشكله لما بتبقي بتصحي الصبح كل يوم كده تلاقي 30 جورنال بيكتب عليكي ولا عندك قفيش في الشارع وكان من ده بتبصي له كده وتشوفي نفسك او والبنات والمعجبات فكلنا بنحس بهذه اللحظه ساعتها كنت عارف لحظه حلوه لحظه لذيذه بس والله العظيم ثلاثه انا لو بروفايل قوي يعني مش باخد الحته دي واطير بيها واعمل بيها بس بنبسط طبعا لما انا ابقى في اي حته واحد يقول لي انا عايز اصور معاك انا بحبك انت لحد دلوقتي لما بتتفرجوا عليا في التحليل ولا حاجه يقول لي انت من احسن الناس اللي بتتكلم وبتخش قلبنا وبتقول الحاجات اللي احنا نفسنا